معكم الأستاذة مريم المعطاوي، رئيسة فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني، رئيسة جمعية آباء مدرسة الفوارات، عضوة في الرابطة الإقليمية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ باليوسفية بالإقليم وبالمغرب، في إطار الأنشطة التي نقدمها دابة دائما على تقديمها للمنظمة ولا جمعيات الآباء في كل ما هو تربوي، كل ما هو اجتماعي إنساني. كان أول تفكير لنا هذه السنة، هي في الحقيقة ماشي أول تفكير لنا، لأن الحمد لله درنا قافلات الزلزال، درنا دار العجز الأسبوع الماضي، درنا الشتاء دافئ. التقينا هذه السنة والحمد لله مني توفرت لنا مجموعة واحد اللائحة تاع الأطباء، قلنا لماذا اليوسفية المدينة الحبيبة ديالنا أول وحدة تستافد. اليوم كاين مجموعة من الخدمات اللي غادي يقدموها الأطباء، هناك طب العظام، هناك طب الأطفال، هناك طب القلب، هناك تقويم الأسنان، هناك الطب النفسي والطب النفسي الحركي، كاينين عدة ممرضين لتقديم ما يقارب 1000 فحص، ومع تقديم مجاني، مع تقديم أدوية مجانية. هنا لا يغيب عنا أن نشكر السلطات المحلية اللي كانت على قدم وساق من البارحة، السيد الباشا لمدينة اليوسفية، السيدة قائدة المقاطعة الثانية، لا يغيب عنا أن نشكر المكتب الشريف للفوسفات اللي تبارك الله سباق للمساعدات والخير بمدينة اليوسفية، ما نشكروش خيره اللي يخطي علينا المكتب الشريف فوسفات. نشكر السيد مندوبية الصحة على الخدمات اللي قدم والمساعدة اللي قدم، دون أن ننسى السيد العامل، جميع السلطات، دون أن ننسى الأب الروحي تاعنا، وبما أنني أستاذة المدير الإقليمي لمندوبية التعليم باليوسفية اللي حبد الفكرة وقال أستاذة بلي عدد كبير ديال الناس اللي باغين كونسلطاسيون. ما شاء الله، احنا كنعرفوا مدينة اليوسفية كاين خصاص في الصحة، الناس ما فحالاش بصراحة، لذلك أن المنظمة فكرت ما هو اجتماعي وإنساني غادي يكون هو القافلة الطبية. اليوم سجلنا 1000 شخص وتلميذ وطفل، فإذا بنا تبارك الله العدد كثير، الأطباء والناس اللي جاوا هنا قابلين مساكن أنهم يضيفوا أشخاص أخرين باش يكون العدد أكثر ويستافدوا الناس أكثر. الحسن جعلوطي، أمين عام منظمة حقوق الإنسان والتعايش الإنساني. حنا كنتواجدوا الآن في مدينة اليوسفية مع الأخت مريم، هي اللي هي رئيسة الفرع ديال المنظمة. كنا تكلمنا على باش نديروا قافله، والحمد لله اليوم وصلنا، اليوم احنا كنديروها اليوم جميع التخصصات اللي كاينين، لا من طب العيون، طب الاطفال، طب ديال القلب، لا جينيكولوجي، وعده فحوصات اللي كنعملوا الحمد لله. وكنت تبارك الله اكثر من 1000 ديال الناس اللي غادي نديروا اليوم، وحنا ان شاء الله في مشيئه الله نتمنى الله نديروا واحد الشراكه هنايا مع هاد الناس اللي هنايا ديال هذا، باش اي حاجه خاصهم نبقاو نديروا السويفي، وسيرتو ديك السيد لابسيكولوجي نسقنا مع شي اخوات هنايا مع الاخت مريم، باش مره في الشهر نجيبوا واحد دروا ميدسان ديال لابسيكولوجي اللي يتبعوا الناس اللي مرض، حيت حصه وحده ما كافياش، بحال ما درتي والو. ونتمنى من الله التوفيق، وكنشكروا السلطات المحليه على راسهم السيد الباشا والسيده القائده اللي كانوا احسن تنظيم اللي كاين لقيناه هنايا، وكنشكروا السيد العامل والناس ديال المكتب الشريف للفوسفات اللي وفروا لنا السكن، كنشكروهم الشكر الجزيل. الاخ ديالنا السيد المدير ديال لو سي بي، وكذلك كنشكروا السلطات المحليه ديال الدار البيضاء اللي وفروا لنا باش نجيو ان شاء الله. السلام عليكم دكتور مستشي عزيزه، ميدسان سبيسياليست اون بيولوجي ميديكال. حنا مع السي جعلوطي كنجيو باش نديرو واحد لي كارافان ميديكال اون فافور دو لا بوبيلاسيون ديال هاد لا ريجيون، سيرتو الناس اللي محتاجين، وكنتمناو اننا نكونوا عند حسن ظن المواطنين بينا. والحمد لله حنا هذه صدقه جاريه على علميه على والدينا اللي قراونا، وحنا في الخدمه تما احتاجيتونا حنا في الخدمه ان شاء الله. شنو هو التشخيص ديالكم؟ شنو هما الامراض؟
الامراض اللي كاينه اللي لحد الان بانت لينا هما الامراض المزمنه مثل السكري وضغط الدم وفقر الدم، وهذا الشيء اللي كيطب الاطفال خلاص، وطب العيون. طب العيون كثير الجلاله ديال العينين ولا كوريكسيون ديال الفيزيون. السلام عليكم، معكم مريم دراج، طبيبه عامه. جينا نديرو هنايا واحد الكارافان في اليوسفية. صراحه كاينين بزاف ديال الناس، كاين طب العام، كاين طب الاطفال، كاين طب العيون حتى هما. وصراحه زعما الناس اللي جاوا بزاف غالبا تشخيص الامراض ديال الاطفال، بحال خصوصا في هذا الموسم الامراض الموسميه بحال الغريب مثلا والدياري لي فوميسمون، المهم امراض اللي كيكونوا موسميه.